كل عام وانتم بخير. اهلا ومرحبا بكم، نشره موجزه من قناه الشروق. تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تهنئة من رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين بمناسبة الذكرى 67 للاستغلال، كما تلقى تهنئة بذات المناسبة من ملك المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس. التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أمس رئيس المخابرات العامة لجمهورية مصر العربية عباس كامل، حضور مدير جهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم. ونقل رئيس المخابرات المصري رسالة شفهية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتعلق بالعلاقة الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وترقية التعاون المشترك بين البلدين. وجه والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة رسالة للعاملين بالولاية بمناسبة الاستقلال، تضمنت إشارات مهمة فحوها تجويد العزم والعمل بإخلاص لخدمة المواطن كل من مكان عمله، والمثابرة على تنفيذ الخطط والمشاريع، سيما وأن هناك العديد من أساسها التدهور أو أصابها التدهور كالصحة والتعليم. كان الوالي قد خاطب أمس احتفال العاملين بالأمانة العامة لحكومة الولاية بالذكرى 67 لأعياد الاستقلال. احتفلت قيادة فرقة مشاة بولاية شرق دارفور بالذكرى 67 لعيد الاستغلال السودان المجيد بحضور والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن وقائد الفرقة 20 مشاة، وكان ذلك من خلال الوحدة العسكرية وضباط صف وجنود القوات المسلحة والشعب وعدد من فعاليات ومنظمات المجتمع المدني. حيا والي شرق دارفور المكلف محمد آدم عبد الرحمن لدى مخاطبته احتفال دور القوات المسلحة والرعيل الأول من الأبطال الذين صنعوا الاستقلال. قال إن القوات المسلحة أصبحت منتشرة في شتى ربوع البلاد من أجل حفظ مكتسبات الوطن. دشنت دائرة مرور ولاية الخرطوم أمس دورة تدريبية تحت شعار التدريب للجميع في إدارة التقاطعات وفن التعامل مع الأزمة المرورية برعاية مدير الدائرة أمير عبد المنعم، حيث جاءت هذه الدورة في إطار اهتمام دائرة مرور ولاية الخرطوم بتأهيل ورفع كفاءة منسوبيها ولإحداث نقلة نوعية بإيجاد جيل جديد من العاملين في المرور. وتجدر الإشارة إلى أن الدورة استهدفت 70 دارسا من الجنسين. ختام النشرة الموجزة، دمتم دائما في أمان الله.